بصعوبة، فبين أغلبية العالم التي تنادي بتوزيع عادل للمكاسب الدولية وبتنوع الحضارات، وبين قلة قليلة من الأطراف تستخدم أساليب الإخضاع النيو استعمارية للإبقاء على هيمنتها البعيدة المنال. دول الغرب ترفض مبدأ المساواة وهي عاجزة كليا عن التفاوض. لقد اعتادت أن تنظر بتعال إلى العالم، والأوروبيون والأمريكيون يقطعون الوعود اليوم والالتزامات المكتوبة والملزمة قانونا منها، ولكنها بكل بساطة لا تفي بها. وكما قال الرئيس بوتين إن الغرب إمبراطورية أكاذيب، وروسيا على غرار بلدان كثيرة أخرى خبرت ذلك مباشرة في العام 1945 عندما هزمنا مع واشنطن ولندن العدو على جبهات الحرب العالمية الثانية. حلفاؤنا في التحالف المناهض لهتلر كانوا قد بدأوا يعدون المخططات لعملية عسكرية مفاجئة ضد الاتحاد السوفيتي. وبعد 4 سنوات في العام 49 وضع الأمريكيون مخططا لعملية إسقاط تشمل ضربات نووية موسعة ضد الاتحاد السوفيتي. هذه المخططات المجنونة بقيت حبرا على ورق، والاتحاد السوفيتي قد طور منظومته للرد ولزم أزمة الصواريخ الكوبية في العام 1962 عندما وصل العالم إلى شفير الحرب النووية لكي توضع جانبا أوهام الانتصار هذه وليتم الكف عن التخطيط العسكري الأمريكي. وفي نهاية الحرب الباردة لعب الاتحاد السوفيتي دورا محوريا في إعادة توحيد ألمانيا، وتم الاتفاق على معايير جديدة للهيكل الأمني الجديد في أوروبا. وفي الوقت نفسه قطعت القيادات السوفيتية ومن ثم الروسية ضمانات أو أعطيت ضمانات سياسية بشأن عدم توسيع الحلف شمال الأطلسي باتجاه الشرق. ولدينا سجلات في أرشيفنا وفي الأرشيفات الغربية عن هذه الوعود، إلا أن القيادات الغربية لم تحترم يوما هذه الوعود، ولم يزعجهم أن توسيع حلف شمال الأطلسي نحو الحدود الروسية يمثل انتهاكا لالتزامات منظمة الأمن والتعاون الأوروبية وتعرض كذلك أمن الآخرين، ولم يتوانوا عن تهديد البلدان الأخرى. وفي العام 2021 إن اقتراحاتنا بالتوصل إلى اتفاق حول ضمانات أمنية متبادلة في أوروبا من دون تغيير وضع أوكرانيا كدولة غير منحازة قد رفضت، واستمر الغرب في عسكرته في تسليح نظام كييف المعادي لروسيا، وقد أوصلوا من خلال انقلاب دموي نظاما حليفا لهم لشن هذه الحرب الهجينة على بلادي. وقد شهدنا كذلك تمارين عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيين في الناتو، بما في ذلك سيناريوهات لاستخدام السلاح النووي على أراضي الاتحاد الروسي، والهدف المعلن عنه كان إنزال هزيمة استراتيجية بروسيا. وقد بات واضحا بعد ذلك أنهم يعولون على إفلاتهم من العقاب. إن بلدان الناتو بقيادة واشنطن لم تعمل فقط على تعزيز وتوسيع قدراتها الهجومية، ولكنها قد نقلت كذلك المواجهة العسكرية إلى الفضاء الخارجي وإلى ميدان المعلومات. ولاحظنا كذلك هذه النزعة التوسعية التي باتت تشمل كتلة كاملة في الجزء الشرقي من الكرة الأرضية.
وباتت تطال كذلك منطقة أوروبا والمحيط الأطلسي ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ. ولهذه المهمة إن واشنطن بسدد عقد تحالفات صغرى عسكرية سياسية تحت سيطرتها مثل التحالف مع أستراليا والمملكة المتحدة وكذلك الولايات المتحدة اليابان وجمهورية كوريا وكذلك الاتفاق الرباعي بين طوكيو وسيول وكامبرا وولينغتون. ومن الواضح أن هذه الجهود موجهة ضد روسيا والصين وهي تهدف إلى تقويض الهيكل الإقليمي الذي بني حول الآسيان، ما يمكن أن يفضي إلى بؤر توتر جغرافية وسياسية جديدة بالإضافة إلى البؤرة الأوروبية التي وصلت إلى حد الغليان. ونحن نشعر أن الولايات المتحدة والبلدان الغربية التابعة لها قد قررت أن تحول مفهوم مونرو أو عقيدة مونرو إلى إسقاط عالمي، وهذه الخطة قد تكون واهية ولكنها خطيرة للغاية، وهي تتجسد بالنسخة الجديدة للحرب للسلم الأمريكي. إن أقلية العالم تفعل ما في وسعها لإبطاء هذا المسار، وإعلان فيلنيوس حول تحالف شمال الأطلسي قد عزز الشراكة بين روسيا والصين. وأشير هنا إلى أن الرئيس ماكرون قد ذكر قلقه إزاء اتساع مجموعة البريكس، واعتبر أن ذلك يزيد الأمور تعقيدا على المستوى الدولي ويمكن أن يضعف الغرب ولا سيما أوروبا. إذن ثمة إعادة نظر بالنظام العالمي كما هو بمبادئه وبمختلف أشكال تنظيمه، حيث وبالتالي نحن نشعر اليوم أن ما يقولونه هو إذا ما أراد أحد ما أن يجتمع من دوننا أو أن يقيم صداقات من دوننا أو من دون إذننا سنعتبر ذلك تهديدا لهيمنتنا. إن تطور الناتو واتساع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ جيدة، ولكن اتساع مجموعة البريكس خطير، إلا أن هذا المنطق لم يعد مقبولا، فثمة اتجاه لدى أغلبية البلدان هذه لتعزيز سيادتها والدفاع عن مصالحها الوطنية، وهي تريد أن تبني صداقات بين بعضها البعض وأن تعامل على قدم المساواة وأن تحمي مصالحها. وأن منظمات مثل البريكس ومنظمات الأمن والتنمية تعزز قدراتها وتدافع عن حقها في تشكيل هيكل متعدد الأطراف أو الأقطاب جديد. للمرة الأولى منذ إنشاء الأمم المتحدة ثمة فرصة حقيقية اليوم لإطفاء الديمقراطية الحقة على الشؤون العالمية، وهذا يحدو إلى الأمل كل الذين يؤمنون بتفوق القانون الدولي ويبدون إعادة أحياء الأمم المتحدة كهيئة تنسيقية للسياسة الدولية تتخذ فيها القرارات حول كيفية حل المشاكل معا مع الحفاظ على توازن المصالح للجميع. بالنسبة إلى روسيا هذا أمر مفروغ منه، ولكن الولايات المتحدة والدول الغربية الخاضعة لها تستمر في إذكاء النزاعات وفي تقسيم البشرية، وهم يفعلون ما في وسعهم لتجنب تشكل نظام عالمي عادل متعدد الأقطاب، وهم يجبرون العالم على أن يلعب وفقا لقواعدهم الخاصة. لذلك أدعو السياسيين والدبلوماسيين الغربيين إلى إعادة قراءة ميثاق الأمم المتحدة بتمعن، فإن النظام العالمي الذي قد أنشئ في نهاية الحرب العالمية الثانية يقوم على المبدأ الديمقراطي المتمثل بمساواة الدول في السيادة كبيرة وصغيرة بغض النظر عن شكل حكومتها وعن هيكلها الاقتصادي والسياسي الاجتماعي الداخلي. ولكن الغرب الذي يعتبر أنه متفوق على كل الدول الأخرى كما ورد في بيان الاتحاد الأوروبي، إن أوروبا هي المتطورة وهي التي تمثل حديقة مزهرة وكل ما تبقى هو غابة من الشوك، ولم يخجل عندما أشار إلى تصاعد كراهية الإسلام أو كذلك إلى عدم التسامح، ولم يشعر بأي خجل عندما تم حرق القرآن وكذلك
الكتب المقدسة الأخرى، إن الإجراءات القمعية الأحادية التي يفرضها الغرب تمثل انتهاكا فاضحا لمبدأ المساواة في السيادة بين الدول، وأن البلدان قد تحولت اليوم إلى ضحية للعقوبات غير القانونية. لذلك نحن نشدد مجددا على ضرورة أن تكف الولايات المتحدة عن حصارها غير القانوني غير المسبوق التجاري الاقتصادي والمالي على كوبا، وأن تمتنع عن اعتبار كوبا دولة راعية للإرهاب. يتعين على واشنطن ومن دون شروط أن تتخلى عن سياسة خنق فنزويلا اقتصاديا، وندعو إلى رفع العقوبات الأوروبية والأمريكية الأحادية عن الجمهورية العربية السورية التي تقوض حقها في التنمية. إن أي إجراءات قمعية تتخطى مجلس الأمن وتمثل إجراءات قمعية يجب أن تنتهي، لأنها تمثل محاولات الغرب التلاعب بنظام جزاءات مجلس الأمن للضغط على الدول التي لا تمتثل لأوامرها. هناك محاولات لإطفاء الطابع الأوكراني على الأجندة الدولية من خلال غض الطرف عن الكثير من الأزمات الإقليمية الأخرى التي لم تحل بعد، بالرغم من أن بعضها يستمر منذ سنوات لا بل عقود. إن تطبيع الوضع في الشرق الأوسط يتطلب حلاً للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني بالاستناد إلى قرارات مجلس الأمن ومبادرة السلام العربية، وقد انتظر الفلسطينيون 70 عاما لإقامة دولتهم، ولكن الأمريكيين يهيمنون على عملية الوساطة، وهذا يعني أنهم يفعلون ما في وسعهم لئلا يسمحوا لهذا السلام بأن يقوم. لذلك ندعو كل البلدان المسؤولة إلى أن توحد قواها وتوفير الظروف المؤاتية لاستئناف المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ونرحب بكون جامعة الدول العربية تعزز دورها في المنطقة، ونرحب كذلك بعودة سوريا إلى الأسرة العربية وعملية التطبيع التي قد بدأت بين دمشق وأنقرة. كل هذه التطورات الإيجابية تعززت بفضل جهود آلية الأستانة التي تدعو إلى تسوية سورية تستند إلى السيادة السورية، ونأمل أن يتمكن الليبيون بمساعدة الأمم المتحدة من الإعداد للانتخابات العامة في هذا البلد الذي عانى طويلا ولأكثر من 10 سنوات ولم يتمكن من النهوض من اعتداء حلف شمال الأطلسي الذي دمر الدولة الليبية وسمح بوصول الإرهاب إلى منطقة الصحراء والساحل، وأدى إلى تدفق الملايين من المهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا وأنحاء أخرى من العالم. ويشير المحللون إلى أنه حالما تخلى القذافي عن نظامه النووي العسكري تم تدميره، وبالتالي لقد خلق الغرب خطرا كبيرا يهدد منظومة عدم الانتشار النووي برمتها. ويقلقنا كون واشنطن وحلفائها الآسيويين يعززون العسكرة في شبه الجزيرة الكورية، وأن المبادرة الروسية الصينية التي تشتمل على مهام سياسية وإنسانية قد رفضت من قبل الغرب، كما أن التطورات المأساوية في الوضع في السودان يعكس أيضا التجارب التي يقوم بها الغرب من خلال تصدير عقيدة ديمقراطية غربية. لذلك نؤيد كل المباشرات التي تهدف إلى التوصل إلى حل سوداني وتيسير الحوار المباشر بين كل الأطراف المتناحرة. لقد رأينا كيف تمت الاستجابة إلى أو كيف تم الرد على الانقلاب الدموي في أوكرانيا في فبراير 2014 بعد يوم من التوصل على اتفاق حول الضمانات الأوروبية، وإن الولايات المتحدة وشركائها قد دعمت هذا الانقلاب واعتبرت على أنه تجسيد للديمقراطية. يقلقنا كذلك التدهور المستمر في الوضع في ولاية كوسوفو الصربية، إن الناتو يقدم الأسلحة لأبناء كوسوفو، وبمساعدة الناتو يتم انتهاك قرار مجلس الأمن.